مساء الخير حبايبي، مساء الخير جمهوري، مساء الخير جمهور الأغنية المغربية. عامة في العادة أنا معروف عليا ما كنديرش شي لايف، ما كنديرش ديريكت، ما كنديرش فيديوهات بحال هكا، لكن اليوم اضطريت ولو أنني شوية عيانة. بون بالنسبة لصحتي باش تطمئن الجميع، المشكل اللي عندي صحيا عندي الكلاوي، وجو بونس الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال اللغه راه عارفين المرض ديال اللغه والحريق وشنو، يعني مره كيتفاجئني هذا الشيء. انما المرض اللي مرضت اليوم اكثر من مرض الكلاوي، وهو انني بكل صدق جاتني بكيه على الاغنيه المغربيه او عن الفن عامه في المغرب، والاتصالات اللي جاتني من البارح اليوم بصراحه شيء حشومة. كاع نتكلموا في هذا الموضوع في هذا الوقت وفي هذا الظرف اللي هو فيه مشاكل اخرى، في هذه الجائحه، في هذه المشاكل الاغتصاب، في هذا بزاف الحوايج. انا حتى الفرحه ديالي بنتي الماس عيد الميلاد خليته اجلتو، عملي مع سي نعمان اجلتو علاش حتى تفوت هاد النكبات. تنعيش عشنا حزن مع رحمه الله مسكين داك الوليد عدنان، فما يمكنش المغرب والجمهور المغربي والشعب المغربي اللي فرح الازدياد الماس يعني ما نكونش غنكون نكره الجميل لهاد الناس، ونكره الجميل للناس اللي كيحبوا لطيفة، باش انني نفرح بوحدي ونوض كنعمل في حفلات بنتي ونعمل لها هذا. مع العلم انني كنت غنعمل لها السبوع وعيد الميلاد الحمد لله. اذا اليوم غادي نتكلم على واحد الموضوع شائع اليوم وكيبكي كما قلت، وهو موضوع الدعم. الدعم اللي هو من 2008 وحنا كنسمعوا بهذا الدعم. في 2008 انا الحمد لله انا وبعض الرواد الكبار اللي تشرفنا بالبطاقة الفنان من عند صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس، وكان املنا انه هذيك البطاقة ياخذ المشوار ديالها، تاخذ المشوار ديالها وزارة الثقافة. انا بالنسبة لبطاقة الفنان اللي عندي، حاجة وحيدة اللي كندير بها هو انه كنعتز بها عندي دائما البورتفوي ديالي، لدرجه انا اخيرا طلف لي البورتفوي بكيت عليها اكثر هي، ولو غتصاوب لي وحده اخرى وتصاوبت لي وحده اخرى، ولكن هذيك خديتها من عند سيدي الله ينصرو، تحطت لي في يدي من عنده، فكانت عندي عزيزه بزاف والحمد لله لقيت البورتفوي ولقيتها. لكن الجوهر ديال داك البطاقه يا وزير ثقافه اشنا هي؟ انا ما فهمتش علاش المناصب كتوخد من غير بانه انا صاحب الجلاله، او كتوصلوا المناصب يعني ما عرف يعني كتوصلوا مناصب، كيعطيكم منصب او كتاخذوا منصب خلال الحكومه ديالكم باش تقوموا بواجبكم. لكن انا اليوم كنتكلم بحرقه، ولا ما غنتكلمش انا كرائده كما يطلق علي، يعني يسمى ان لطيف رأفت من رواد الفن، لما تكلمتش على الشباب، لما تكلمتش على الناس الاخرين اللي مضرورين، راه انا اللي سكت على الظلم فهو ظالم. اللي وقع مليار و400 مليون خرجت البارح او البارح، انا ما كنتشبعش ما كنشوفش، لانني انا ما كندفعش، عمري دفعت دعم، عمري غنيت على حسب شي حد. يعني انا من نهار اللي خرجت الميدان الفني هذا، بس عفوا ما كنعرفش الديريكت التليفون كيطيح لي، من نهار اللي خرجت الميدان الفني وانا كنتج نفسي من 85، كنت مع المرحوم رحمه الله طليقي اللي هو كان مدير اعمالي، وفي نفس الوقت عندنا شركه اضواء المدينه، كنا ننتجوا نفسنا، كنتجوا نفسنا وكنوزعوا نفسنا وكنوزعوا اغاني الناس عبد المجيد عبد الله، محمد عبد الوهاب، يعني الناس محمد عبدو، يعني الناس اللي في الخليج كنجيبوا لهم التوزيع هنا، وكنخرجوا الاغنيه المغربيه برا. من بعد وقع طلاق وليت انا كنتج نفسي، ولا عمر شي حد نتج لي، فقط ما كانش الانتاج وانما الكولابوراسيون مع صوت القاهره اللي هو رشيد حياك صاحب شدائد اف ام، واحد الوقت وجيز البوم واحد الخالدات، وتبقي كله نجاتو لطيفة رأفت من مالها الخاص. يعني عمري انا عمري ما عملت انتاج دعمني شي حد. لكن مين توصل وزاره الثقافه انها تفرق البارح ولا البارح مليار و400 مليون لاسماء غير معروفه؟ انا كنشوف واحد لاليست جاتني، لان انا ما كنتش غنبغي نبحث في هذا الشيء، لكن من الناس كان ضروره بغيت نعرف، جابوا لي الاسماء اللي تعطات لها تعطى لها الدعم. لا يعقل اسماء ما عندها علاقه بالفن، لا يعقل انه شركات، راه كاينه شركه البني كاينه حتى هي تما. يا وزير الثقافه قبل ما تعطي مليار و400 مليون، شوف هاد الناس كيديروا شنو المهمه ديالهم، شنو كيديروا؟ العازف مغني بصح هل صحيح بروديكتور
لان كاين الناس اللي دايرين شركه البرودكسيون ما عندهمش البرودكسيون نهائيا نهائيا. ثانيا كنعرف بان هذا الدعم هذا ديال هذه المره هذا اللي خرج فيه هذا المبلغ، ما نتكلموش على من 2008 والدعم تيخرج جوج مرات في السنه، يعني جوج مرات في السنه. فين هي هذه الاغنيه المغربيه؟ جوج مرات في السنه تيخرجوا مبالغ باهظه لبعض الاشخاص، مع احترامي الناس اللي خداو الدعم، انا ماشي كونتخ الناس اللي خداو الدعم، ماشي كونتخ اسماء، انه هناك اسماء معروفه وكتخدم، كاينه ناس كتخدم وماشي غادي نذكرها ونذكر اسماءها، كاين ناس كتخدم وكتعطي انتاج ما كاين مشكل، لكن كاين اسماء اللي ما معروفاش نهائيا. من 2008 والدعم تيخرج كيخرجوا ملايير، الوقت اللي انا كتكون عندي سهره تابعه لوزاره الثقافه كيبكيو عليا، تيقول لطيفه ما عندناش فلوس، ما كاينش عن وزاره الثقافه. عمري في حياتي اقسم بالله عمري ما خدمت في وزاره الثقافه بالثمن ديالي، الوحيده وزاره الثقافه الوحيده اللي كنخدم فيها كنخدم بثمن ناقص، وكيجيبوا الفرقه كنجيب الفرقه ديالي وكيزيدوا الفرقه، لان وزاره الثقافه هي اللي كتحكم في المعاهد، كتجيب مساكن دراري من المعاهد يخدموا يمكن باطل. كنتفاجئ بهذا المبلغ ديال هذه المره اللي هو دعم استثنائي. ما معناه دعم استثنائي؟ دعم استثنائي يا سيدي وسمعوني فهموني مزيان، وهو انه جا في جائحه كورونا، يعني غادي نعاونوا الناس مساكن اللي ما خدامينش، هاد الجائحه باش تعاون الناس. اه سيدي غير عاونوا، حنا ما محتاجينش انتاج، حنا محتاجين معاونه دابا الناس، راه الناس ما قادش تاكل، راه موسيقيين تبيعوا الالات ديالهم. هاد مليار 400 مليون لوكو كانت تقسم على فنانين كيسعاو دابا، على موسيقيين تيعيطوا تنعطيو هما ياكلوا، حنا ما بقاش حق بدنا نعطيو، راه الله غالب وراه ما عايشاش بالفن. الحمد لله والشكر لله عشنا بالفن ودخلنا به فليسات، لو كون ما عملتش علاش نرجع كما كيقولوا، لو ما كانش الحمد لله جوج بيان ما في، وكنعرف بحق الزمان وتعرف بحق الفنانين اللي مساكن ماتوا كيسعاو خارج المغرب، ماشي يعني في مصر كنسمعوا فنانين وممثلين وهذا كيعمل الانسان علاش يرجع، علاش باش يوكل راسو يوكل الناس اللي خدامين معاه، نوكلوا كنديروا هنا شركات هنا كذا كورا ما لقيناش باش ناكلوا، الوغ شحال قدنا نعاونوا؟ علاش وزاره الثقافه ما تعاونش الناس؟ علاش هاد الدعم ديال مليار و400 راه كتخرجها الفم بزز في هاد الجائحه هادي؟ يعني راه كاينين طباله وغياطه ما لقاوش علاشات باش يخدموا فيهم، راه خصهم ياكلوا، قسموك وقسمتوهم بلا دعم، ما ديرليش الدعم الاستثنائي يا وزاره الثقافه، ما ديرليش الدعم الاستثنائي، دير فرقه سيدي، جيبوا ناس من حقكم، شوفوا الجهات، شوفوا العملات، شوفوا المجالس، وشوفوا الناس اللي كتخدم، اللي فنانين، هادو اللي ما عندوش ما ياكلوا، راه الناس كتموت بالجوع، راه فنانين كيبيعوا الالات ديالهم باش ياكلوا، تجي مليار و400 مليون تفرق على اسماء غير معروفه، واسماء عندها، اوكي، عطيتهم فلوس. بغيت انا دابا الان كنطالب بالانتاجات، لان شوف، إلا غادي نسقط انا على هاد الشيء، كنطالب رواد الفن بصح يعاونوني في هاد القضيه، لان ما خصهاش يتسكت على هاد الشيء، ما خصهاش يتسكت. اولا كان الدعم، هاد الدعم الاستثنائي قال لك اللي كانوا كيقولوا بعدا، انا ما عرفت ربما قال لك اللي فايت دار دعم خصو عامين عاد يدير دعم اخر، ملي كنشوف انا ما عمري بحثت مليون بحث، ولو والله العظيم عيانه بحثت، لان ضرني قلبي ولا غنسكت انا ويسكت هذا ويسكت هذا، سا سا ترو. الوغ كاين الناس اللي كتاخذ دعم كل مره، الدعم كيجيبو كيديروا فيه ثلاثه الاغاني، اربعه الاغاني، حتى تسعه الاغاني، عطوني الله يرحم والدينا هاد الاغاني، بغينا الاغاني، بغي لان انا ولا كان هاد وزاره الثقافه خرجت الدعم باش تساعد الاغنيه المغربيه، بغيت نسمع هاد الاغاني، انا بغيت نسمعهم كلهم، نسمعوا مني انا من انا غير من الجمهور، بغينا نسمعوا الاغاني كلهم اللي تعطى لهم الدعم من 2008، اما دابا خصهم يتسمعوا وهاد الدعم اللي تتعطى، انا اغنيه الفرع تنديرها كتخش لي 6 مليون، لان انا كفنانه كبيره كنقولوا الحمد لله، يعني غادي نخلص الموسيقى مزيان، غادي نخلص الناس، هذاك هو الربح اللي غيربحوا مني، يا سهره يا غير ندخل الاستوديو تعطى مبالغ وتجيو تقولوا اغنيه وما كنسمعوا حتى اغنيه، راه عباد الله راه خصني نعطيكم اسماء، انا عمري ما سمع، انا فنانه في المغرب وكنعرف اغنيه مغربيه، هذا دعم اغنيه مغربيه، وحده راه ساكنه في القاهره وخدات الدعم، يعني حاولوا تفهموها شويه، يعني عييت ما نحاول، وكلشي تيقول لك ما تنوضش عليك النحل، شنو هذا النحل هذا اللي غنوضوا علينا ما نوضناه في هذا الشيء، هذا راه العسل تيدفق في الارض وحنا ما واخديش ما ماكليش منه الناس، انا ما تنهضرش على باش ناخذ، انا ما عمري لان باش نكون واضحين، هل يعقل لطيفة رأفت عبد الله بكالي اسماء كبيره في الفن، في الفن نحط اغاني ديالي في اللجنه يحكم عليها واحد كان موسيقي عندي عنده 17 عام كبر معايا وكبرته معايا، مع احترامي لبعض الاسماء اللي راها موسيقيين كبار وموسيقيين موسيقار كبير، سي مصطفر كركي راه مع اللجنه، لكن انا كنعرف كاين موسيقيين وكاين الناس اللي انا مع احترامي لهاد الناس ما نعطيكمش تحكموا لي على 35 عام باش عاد يقبل لي وزير الثقافه الدعم باش يعطيه لطيفة رأفت، انا الدعم خليت والناس اللي عاد بداو
وخليو الناس يترزقوا الله. لكن هاد المره ضرني قلبي بزاف، راه ما ضرنيش حتى هما عمري، قال لي انا كون بغيت الفلوس غنمشي ندق على الوزير وغنقول له انا كرائده الفن المغربي وكفنانه كبيره في البلاد راه خصك دير لنا مبلغ اما عام كل عام اما شهريا، لان حنا اللي خرجنا هذه الاغنيه المغربيه، وحنا سعد المجرد مع احترامي الاسماء الان اللي تعطات لها شهر الاغنيه المغربيه، هل شهرها بالدعم؟ شهرهاش بالدعم، شهرها من جيبو الخاص، المال الخاص، وكذلك اسماء اخرى. حنا كنجيو سعد لان دابا الان ولا بغينا كرهنا بغاو كرهوا الشباب، بس الان هو الوجه هذه الاغنيه المغربيه خارج الوطن، لان كنشوفوا شنو كاين وكنتهضروا مع الفنانين الكبار في خارج الوطن وتتكلموا على سعد اكثر من كل اكثر من اسمي انا، اكثر من اي اسم. كيبقى عبد الله الدكري نعيم سامح بلادي بالخياط رواد الكبار هذوك كيعرفوهم يعني تربوا عليهم، وليد توفيق تربى على صوت عبد الله الدكري عبد الله بالخياط. لكن يا سعد وزير الثقافه انا عمري ما تكلمت بهذه اللهجه، لكن على الان غنتكلم عليها. راجع نفسك مزيان وشوف هاد الفلوس كيمشيو، واعتقوا الناس اللي كتموت بالجوع، من عندك مليار 400 مليون تفقها هكذا تمشي هكذا في الخوا، فانا الان كنطلب حقي، كنطلب بلا ميتيال ديالنا، كنطلبوا الشهريه ديالنا، انا بغيت نعرف لمن كنتمي، هل كنتمي لوزاره الثقافه؟ هل كنتمي لوزاره الداخليه؟ هل كنتمي لوزاره السياحه؟ راه حنا باش يعرف الجمهور الكريم، راه حنا ما عندنا حتى شي وظيفه. ولا وظيفه، ما عندنا لا سي ان اس اس، ما عندنا انا بون عندي، انا عندي شركه كندير فيها، عندي لا سي ان اس اس ديالي بون، انا ولا لي زوطخ والناس الاخرين، راه ما عندنا ميتيال، ما عندنا ضمان اجتماعي، ما عندنا تقاعد، والو. نهار اللي كنمرضوا كون ما كنسحب جلال الله ينصرو، كيسافتنا الشيخ زيد ولا كيسافتنا المحكمة، نيت خصنا ندوزو في المحكمة العسكرية، نمشيو للشيخ زيد ولا المستشفى العسكري، راه ما عندناش باش نتعالجو، أو ما عندناش باش نتعالج، الحمد لله والشكر لله، ديما ما كنشكش نفسي تنقول الله مسك عليا الحمد لله، يبقى لي بكثير مما كنلحقش، لأن كنت كنقول غيجي واحد الوقت غنبغيو نلحقو، ما عندناش، علاش وزارة الثقافة ما تقننش هذا الفن وتوظف الناس؟ ودفوا الناس عاود ما تطلبوا لهم شنو نديروا الرميد؟ نديروا حنا الرميد؟ نوضوا الفنانين تما يديروا الرميد؟ نوضوا الموسيقيين يديروا الرميد؟ عباد الله شيء يبكي، راه الموسيقيين تبيعوا الالات ديالهم، راه الموسيقيين تبيعوا الالات ديالهم باش ياكلوا، حرام عليكم، راه الناس اللي كتخدم في اراسات اجواء كتموت بالجوع، حرام مليار 400 اجي درت ورقه وستيلو واعطي كل واحد 10000 ريال، راه حرام، راه حرام عليكم هذا الشيء، على هذا الله يخليكم، راه هذا منكر. وراجعوا نفسكم، وانا طالب بالانتاج من 2008 بغيت، لان علاش انا ملي كنبغي نتا علاش كتلمونا ما كتنتجوش، ما عندكوش اغاني، ما عندكو، علاه راه خصنا ننتج؟ واش غنوكلوا راسنا؟ واش غادي نوكلوا الناس اللي خدام معانا؟ واش غنصدقوا على الناس؟ انا بعدا ما خدمتش هذه عامين قليل اللي خدمت، علاش؟ انا كان مغضب علي، لان كنت مع الناس، كنت مع الشعب في النهار اللي درنا المقاطعه، فجميع مهرجانات غضبات عليا، حتى حد ما دخلني، اتصالات المغرب ولا كلشي، لان لطيفه مع الشعب، فمهرجانات ما خدمتش لطيفه، الا سمعتوني خدمت، خدمت اشياء اخرى خاصه عن شركات او شي حاجه، اما اللي كان ضد مقاطعه بيتها ما تخدمش، وما خدمتش، وكان مغضوب عليا، فلهذا عييت ما نسكت، عييت ما نسكت، ما كنطالبوا غير بحقنا فقط، طالبوا بحق الناس اللي راها كتموت بالجوع. وشكراً.